تدرين نوف انا وايد مهم عندي ان بشرتي تكون مترطبه وتكون صحيه عشان الميك اب اللي نحط عليها يطلع حلو ونظيف. اكيد لما البشره تكون مترطبه وتحطين الكريمات وتهتمين فيها الميك اب يكون اصلا ما في اي شوائب ما في صح. اي شيء يعني صح. تحسين انه صافي بشرتك صح. زين والمواد اللي تستخدم بالمرطب ايضا مهمه بالنسبه لي. اكيد لازم تكون اورجانيك ولازم تكون طبيعيه 100% صح. وغير كذا لازم تكون يعني ما فيها اي مواد حافظه صح. خاصه ماده البارابين صح. معكم دلال الدوب واليوم انا مع نوف راح اكلمكم اكثر على ماركه اورمانا. نوف كلمينا اكثر عن منتجات اورمانا وقولوا لي من وين اساس المنتج. اورمانا شركه مغربيه عندنا مختبراتنا ومصانعنا في المغرب. أوكي. خاصة هي في منطقة أقادير. أوكي. أقادير معروف أن شجرة الأركان موجودة في أقادير بكثرة، فإحنا اخترنا أنه يكون مصنعنا والمختبر تبعنا قريب من الأشجار. أوكي. عشان ما نجي ننقل الأركان من منطقة لمنطقة ويصير فيه تلف في المواضيع فيكون صح. قريب. عشان كذا دائما إحنا لما نركز أنه يكون الأركان طبيعي وفريش دائما. فالزيت الأساسي بكل منتجاتكم هو زيت الأركان. ايه. أوكي. وكمان شركتنا لها 5 سنوات. ما شاء الله. والمصنع أوبريت له 5 سنوات وكمان مختبر. كلمينا عن أشهر منتج عندكم بأورمانا. زيت الأركان إحنا بدأنا. بيور. البيور. طبعاً طبيعي 100%. ما في أي مواد حافظة زي ما قلت ما في بارابين. بالنسبة لزيت الأركان. يحتوي على مضاد أكسدة فيتامين اي زي ما نعرف انه مضاد للأكسدة. غير كذا انه مو بس تقدرين تستخدمينه بس للبشرة للشعر للجسم هذا اللي حبيته متعدد الاستخدامات. كمان بالنسبة له دائما تكون نتيجة يعني يرطب لك بشرتك تكون بشرتك ما في جافة خاصة البشرات الجافة. لما انك تستخدم تستعملينه دائما حتحسين بشرتك مترطبه فريش في شيء فيها متغير. اوكي. بيور. عادي استخدمه بروحه على بشرتي ولا اخلطه مع مرطب ثاني؟ لا عادي تقدرين تستخدمينه عادي او حتى لما تستخدمينه حتى شوفي الملمس كيف يكون. اوكي. انا مستخدمه المنتجات وايد احب الارقان اللي معاه زعفران اي هذا للوجه اي جنن هذا مره خطير وايد حلوه ويخلي بشرتي فيها لمعه وطريه اي خاصه أي. بس تستخدمينها للفيس استخدمها حق الفيس والايد صراحه اي وعادي كل شيء بالحياه اصلا الاركان لو تحطينه في اي مكان أي. جسمك بشرتك شعرك يعطي لمعه أيوه وايد حلوه. انزين هذا الاركان البيور الاصلي انزين هذا شنو؟ هذا السليمينج اويل حق أيه. الجسم يضعف هذا ينحط على منطقة البطن والأرداف بس عشان أنت تلقي نتيجة منه لازم أصلاً تستخدمينه قبل أي مجهود رياضي لازم تكوني يعني تعملي رياضة تمشي تروحي يدعم الرياضة أيوة بس له طريقة استخدام لما تحطي الزيت على جسمك سواء منطقة البطن أو الأرداف تحركي بطريقة دائرية إلى ما تحسين في حرارة أصلاً في الجسم. أوكي. فلما تستخدميها زي كذا ولازم يكون يعني تكوني مستمرة يعني أبتو شهر حتشوفين إنه في فرق بعدين. استمرارية لازم يكون. إنه ويوخر السوليليت. والله. خلي السوليليت يروح. أبي واحد. عجيب. لأن أنا أروح نادي الحين فأحتاج. أيوة حلو. شيء يساعدني. حطيه قبل النادي ما راح واعطيني الريفيو بعد شهر اعطيش الريفيو مالي راح انزله عندي بالبوتيك اي يلا خلاص انزين هذه مجموعه الفيس ايوه الفيشل حق الفيس انزين ابي نتكلم اول شيء عن هذا طبعا هذا اشهر شيء عندنا في اورمانا جل الرموش والحواجب مو بس الرموش يحتوي على اشياء كلها طبيعيه لازم تستخدمينه يومياً لمدة شهر صبح وبالليل غير كذا راح تلاحظين أنه رموشك تطول تزيد الكثافة حق رموشك وحتى حواجبك بالذات البنات اللي يعني عندهم فراغات أكيد مرة حلو هذا أشهر شيء أنا طول عمري أعالج رموشي ما حد طلع لي رموشي وكثفها وطولها الا هذا انا ما حد طلع لي فولوز حتى المتابعين لاحظوا ان رموشي وايد تغيرت صرت ما اركب رموش انا حواجبي طلعت منها والله عجيب من اسبوع بس صدق عجيب استمروا عليه شهر او اكثر من شهر راح تشوفون نتيجه خياليه
إنزين كلمينا أكثر عن منتجات الفيس. طيب حكلمكم أول شيء على كريم النهار. كريم النهار في مستخلص الصبار وفيه زيت الأركان. تقدرين تستخدم أول شيء كمان في حماية للشمس، يعني تقدرين تحطينه وتطلعين. أوكي. وتقدرين كمان تحطين مكياج بعده. يعني سهل عادي. وغير كذا حتى يبين لك الفاونديشن صافي، تحسين إنه فريش رطب سموث أكثر. أوكي. على قولتك عاد أنتي شاطرة عاد في الميك اب مرة. كنا نتعلم منك حياتي. فصدق يعني تحسين إنه مرة حلو، في حماية للشمس، هذا اللي ما يخلي الناس تخاف إنها تطلع أو كريم حاطة إيه؟ كريم على إيه؟ وجهي لا إيه؟ في حماية. هو دائما يقولوا لي ما تخافين تحطين كريم في زيت وتطلعين برا حق الشمس، لان زيوتنا اوريدي تخضع في مختبرات. اوكي. فاوريدي يعني اصلا الاركان معروف انه ما في اي ضرر من الشمس. اي ما يتفاعل مع الشمس، ما يتفاعل مع الشمس، وما هو ما تحسينه اويلي مره، تحسين لمعه. إيه؟ تحسين فريش. إيه؟ بس مو اويلي، يعني ما في فرق بين يدين. انا دائما اقول لهم كذي ان البشره تمتص بسرعه بس يبقى لمعه على الجلد. إيه؟ فلا تخافون من انكم تطلعون فيه بالشمس، خصوصا هذا لانه في حمايه من الشمس. عندنا هذا اللي هو كريم الليل. شنو مكوناته؟ كريم الليل مكوناته زيت الأركان، وعندك زيت بذور العنب، وكمان زيت التين الشوكي. أوكي. تعرفون زيت التين الشوكي على طول أول ما تقولين زيت التين الشوكي، فيتامين إي مضاد للأكسدة والشيخوخة والتجاعيد. أوكي. تستخدمينه بس في الليل بس لأنه الليل. كريم الليل. ولازم قبل ما تستخدمينه تنظفين وجهك من المكياج كومبليتلي. غير كذا احنا ننصح صراحه بما انك انت تستخدمين كريم أرمانة، تستخدمين غسول أرمانة، فبعد ما تغسلين وجهك بغسول أرمانة اوريدي حطي الكريم. اوكي. فيكون في تحسين انه لانه اصلا حتى غسولنا فيه زيت الاركان. أوكي. في مواد طبيعيه. ف الغسول ما ينشف الوجه؟ لا ما ينشف الوجه، بالعكس حتى يرطبها. انه كل المنتجات الطبيعيه، هذا اللي يميزنا احنا، انه احنا منتجاتنا طبيعيه. فما تاثر سلبا على البشره؟ لا ما تاثر ابدا. اذا هم في سؤال وايد يسالوني اياه، انه هل البشره الدهنيه ممكن انها تستخدم زيوت ما تزيتها زياده؟ صراحة أنا بشرتي دهنية، فأنا من أول ما بدأت أستخدم أصلاً أرمانة مو عشان أنا هنا. أي. عشان أرمانة. أي. أي. بس ما في اصلا تحسين، ما تحسين انه وجهك اويلي، ما تحسين لا ابدا يدهن الوجه اكثر. لا ابدا. أوكي. بس اذا كانت تخاف تحط شيء بسيط. اصلا احنا دائما لما تستخدمين كريم الليل كريم النهار حطين شيء بسيط، يعني صح. بس عشان تمتص البشره. صح. وتحاول تحطها بطريقه دائريه، لما تحطها بطريقه دائريه تمتص بسرعه وما تحس اصلا انه لا اويلي، وبالعكس خلاص البشره اوريدي امتصتها. اي. وساعات البنات يصير الجلد من برا اويلي بس من داخل بشرتهم جافه. اي. لانه ما يعرفون شلون يرطبونها. أي. عادل. مو هذه هي. فديروا بالكم من هالنقطه. عرفت ان نازله عندكم مجموعه حق الصيف، هذا ان شاء الله ترقبونا قريب. راح ننزل بوكس سمر فيه ثلاث زيوت طبيعيه، زيت الاركان بلون الذهب، وزيت الاركان بلون العسل، وزيت الاركان بلون الشوكليت. يحتوي على زيت الاركان، في حمايه من الشمس، تقدرين تحطينه حتى لما تطلعين سمر بحر تحطينه يبان لمعه اصلا فيه. اي يعطي لمعه حق ال، لان قاعده اشوف فيه حبيبات ولونه ذهبي. شوف اللمعة مرة حلوة يهبل. وتعطيكي أصلاً شوفي لون كأنه ذهبي، كأنك مسوية تان أساساً. إيه؟ ريحته حلوة. راح ننزل إن شاء الله سيت قريب سمر. أيه. سيت. أيه. فيلو هذه المجموعة، وفيلو مفاجأة لل. زين هذا السيرم أبيش تكلميني عنه، لأن شفته وما عرفت شلون استخدمه. هذا السيرم يحتوي على زيت التين الشوكي. أوكي. مرة مشهور زيت التين الشوكي. إيه؟ ويحتوي على فيتامين إي وبذور العنب وزيت الأركان، تقدرين تحطينه على الوايت. ايوه. زين كله يدنا كلها زيت اصلا. ثقيل ثقيل، بس تحطين شيء بسيط مره. ريحته حلوه. اي ريحته تهبل. خلينا زين هذا شو يسوي؟ يجدد لك البشره، وحتى مو يعالج البشره اللي تكون باهته تعبانه. مع بعد فتره تحسين انك ما تحتاجين انك تحطين ابر فيلر ما اعرف مين، يشيل التجاعيد، يخليها فريش اكثر. أيه. حيويه. أيه. تحسين بشرتك بعد فتره كذا نظاره. اي اي صح. ثانك يو سو ماتش نوف، انتي عرفتينا اكثر على الأرمانة. انا كنت احب الأرمانة، الحين حبيتها اكثر. فثانك يو سو ماتش فور كامينج. حياك الله. حياتي. اذا تبون أرمانة موجود على بوتيكات.
البنات وايد مهم انكم تهتمون ببشرتكم وخصوصا رموشكم. انا هذا الزيت من ارمانا غير رموشي 180 درجه خلال شهر، راح يكثف رموشكم ويطلع رموشكم. وانتم قاعد تستخدمونه صبح وليل، حافظوا انكم تستخدمون مسكرة ما تأذي رموشكم، واذا بتركبون رموش حافظوا على ان الصمغ ما ينتف رموشكم. وبس وايد انصحكم فيه، وايد غير حياتي وراح يغير حياتكم.